بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، وبعد، أحبتي في الله، هذا هو اللقاء الثاني مع عنوان 20 سببا لعذاب القبر. نعوذ بالله من عذاب القبر ومن أسبابه، لسنا نسرد هذه الأسباب لترق القلوب فحسب أو تدمع العيون وفقط، وإنما نذكرها ونسردها لنتجنبها، بل ليس فقط لنتجنبها، بل لنكون دعاة للمسلمين لاجتنابها، محذرين لهم من التلبس بها والوقوع فيها، سيما وقد وقع التساهل عند البعض في هذه الأيام، ليس في الصغائر بل في الكبائر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. بعض الناس ليس فقط أنه يعصي الله، يفعل صغيرة مثلا ثم يتوب ثم يواقع الصغيرة، أو حتى يفعل كبيرة ثم يتوب وربما يضعف ويفعلها مرة أخرى، لكنه يتساهل بالذنب ويستهين به، وهذا يجعل الذنب عظيما عند الله عز وجل. ها هم مجموعة من الشباب اجتمعوا على معصية الله، لا توجد معصية تخطر على بالك إلا وقد فعلوا هذا، من كلامهم ليس من كلامي أنا، يعني ما تركوا شيئا من المعاصي إلا فعلوه حتى ملوا، وهذا حال الإنسان. لا يمكن أبدا للإنسان أن يحقق سعادة أو أن يجد قلبه إلا في طاعة الله عز وجل، فإذا تلبس بالمعصية يجد الوحشة، ويظل كذلك لما فيه من الإيمان، يظل كذلك حتى يعود إلى رحاب ربه سبحانه تائبا. أما هؤلاء فقد أكثروا من المعاصي حتى ملوا، فجلسوا في مرة من المرات يتساءلون ما المعصية التي لم نفعلها. انظر كيف وصلوا، وانظر للشيطان كيف يستدرج العبد، هو لا يقنع بمعصية يوقع العبد فيها فيتركه، بل يريد منه أن يزداد، يريد منه أن يترقى، لا أقول يترقى، بل يسقط في الوحل من الصغيرة إلى الكبيرة إلى البدعة إلى الكفر عياذا بالله تعالى. قالوا ما المعصية التي لم نفعلها فقالوا نحن لم نتعامل بالربا. يا سلام، انظر للتساهل، انظر للاستهانة، قالوا نحن لم نتعامل بالربا، ما رأيكم أن نتعامل بالربا؟ فيخرج أحدهم مبلغا من المال يعطيه لصاحبه على أن يرده إليه بزيادة، وهو ليس بحاجة إلى ذلك، لكنه إمعان في المعصية، لكنه استسهال، ولا حول ولا قوة إلا بالله، حتى يكونوا قد عصوا الله عز وجل بمعصية الربا. إن لله وإنا إليه راجعون. أرأيتم إخواني الجرأة على المعصية؟ أرأيتم ثمرة التساهل بالمعصية؟ أرأيتم أثر اتباع خطوات الشيطان؟ إنه لا يقنع بمعصية واحدة يتلبس بها العبد، بل يجره ويسحبه إلى ما هو أشد حتى يوقعه في الكفر، والعياذ بالله، كما قال الله عن إبليس عن الشيطان: فلما كفر كمثل الشيطان إذ قال للإنسان اكفر فلما كفر قال إني بريء منك إني أخاف الله رب العالمين. نعوذ بالله من الشيطان وخطواته. أحبتي، لو سألت فقلت كم سببا ذكرنا في الدرس الماضي من أسباب عذاب القبر؟ ما كنتوش حاضرين ولا إيه؟ 5. إيه هما؟ أيوة، الكفر، والباقي ما كانش معانا؟ ها، الكفر والشرك، ها، والنفاق والكذب، أيوة، هجر القرآن، والنوم، النوم عن الصلاة المكتوب. روح كمل يلا. والنوم عن الصلاة المكتوب. طيب، نستكمل اليوم شيئا من أسباب عذاب القبر، فنقول السبب السادس من أسباب عذاب القبر أكل الربا.
أكل الربا، والربا من الكبائر بل من أكبر الكبائر. قال الله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله، والعياذ بالله. تخيل إنسان يحارب الله، كيف يقوى الإنسان على ذلك؟ فأذنوا بحرب من الله ورسوله. قال القرطبي: دلت هذه الآية على أن أكل الربا والعمل به من الكبائر. وقال صلى الله عليه وسلم: لعن الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه. انظر، كل هؤلاء ملعونين في هذه الكبيرة. وقال صلى الله عليه وسلم، اسمع الحديث ده ربما لم تسمعه من قبل، قال: درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم أشد من 36 زانية، والعياذ بالله. درهم ربا يأكله الرجل وهو يعلم ها أشد من كام؟ 36 زانية، والعياذ بالله. رواه أحمد وحسن صحح إسناده الألباني في المشكاة. ومن عقوبات هذه الكبيرة أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله. ما ظهر في قوم الزنا والربا إلا أحلوا بأنفسهم عقاب الله، سنده جيد. ثم هو يوم يموت، والعياذ بالله، يسبح في نهر من الدم، كما رأى ذلك النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فانطلقنا فأتينا على نهر حسبت أنه كان يقول أحمر مثل الدم، وإذا في النهر رجل سابح يسبح، وإذا على شط النهر رجل قد جمع عنده حجارة كثيرة، وإذا ذلك السابح يسبح ما يسبح، ثم يأتي ذلك الذي قد جمع عنده الحجارة فيفغر له فاه، يعني يفتح، فيلقمه حجرا فينطلق يسبح، ثم يرجع إليه، كلما رجع إليه فغر فاه فألقمه حجرا. رواه البخاري. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الرجل الذي يسبح في نهر من الدم وكأنه لا يستطيع الخروج، كلما هم به يلقم بالحجر فيعود مرة أخرى فيسبح، لما سأل عن هذا الرجل وسبب هذه العقوبة، قال له جبريل وميكائيل: أما الرجل الذي أتيت عليه يسبح في النهر ويلقم الحجر فإنه آكل الربا، نعوذ بالله. انظر للعقوبة كيف تتناسب مع المعصية. كان يأخذ أموال الناس، يأكل أموال الناس في بطنه، فتكون العقوبة كذلك، يسبح في هذا النهر. ثم انظر أيضا، يسبح ليس في نهر ماء بل في نهر دم، والدم نجس خبيث، والعياذ بالله. كما أن مال الربا إيه؟ مال خبيث، والعياذ بالله تعالى. فمن يتحمل ذلك الذي يتساهل في الفوائد الربوية وغيرها ويأكلها؟ هل إذا دخل العبد القبر فأدخل هذا النهر وظل يسبح فيه لا يخرج ويلقم الحجارة، هل يحتمل العبد ذلك عياذا بالله تعالى؟ بل لم يتوقف الأمر عند هذا الحد، انتظر، إنه له عقوبة أخرى حين البعث. قال الله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قيل في تفسيرها، بل ذكر بعضهم إجماع المفسرين على ذلك، أي لا يقومون من قبورهم إلا كمن يقوم أو كما يقوم من يتخبطه الشيطان فيصرعه من الجنون. هتلاقي واحد أي مسطول كده، كل ما يقوم إيه؟ يقع. لا يقومون من قبورهم إلا كما يقوم هذا الإنسان الذي يتخبطه الشيطان يصرعه من الجنون، والعياذ بالله تعالى. وتلك عقوبة هذه المعصية، وهذه من المعاصي التي يعذب الناس بسببها في القبر. تقول ربما يسأل البعض: طيب أنا فعلت وتعاملت بالربا، ماذا علي؟ ماذا أفعل؟ نقول في قوله تعالى: اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا، يعني الإنسان يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويوقف ما كان جاريا من المعاملات الربوية، ويعيد الحقوق لأصحابها، ويطلب منهم السماح، ويتوب إلى الله عز وجل، ويكثر من الصدقات، ويكثر من العمل الصالح، لعل الله عز وجل أن يتجاوز عنه. السبب السابع من أسباب عذاب القبر: الزنا، نعوذ بالله من الزنا. وتلك كبيرة وفاحشة حرمت ليس في الإسلام فحسب، بل حتى في الشرائع السابقة، في اليهودية وفي النصرانية تجد تحريم هذه الفاحشة، بل لا يتوقف الأمر على التشريع فقط، بل العقول
السليمة والفطر المستقيمة، اصحى معي، العقول السليمة والفطر المستقيمة تستقبحها، لا تأباها، لا ترضاها. بل في البخاري من حديث عمرو بن ميمون الأودي أنه رأى في الجاهلية قردا وقردة زنيا، قال: فرأيت القرود اجتمعت عليهما فرجموهما. حتى الحيوانات، الحيوانات تأبى هذه الفحشة والعياذ بالله تعالى، فكيف بإنسان يستسهل هذه المعصية وتلك الكبيرة والعياذ بالله، كيف به ربما يستمتع بما يفعل عياذا بالله تعالى. فاحشة تستقبحها العقول السليمة والفطر المستقيم. ولذا قال الله: إنه كان فاحشة وساء سبيل. الفاحشة التي انتشر فحشها وعلمه الإنسان بطبيعته وفطرته وعقله، ثم جاء التحريم في الشرع. ولذا لا نجد تحريم الربا الزنا بالتدريج مثل ما كان في أمر الإيه؟ الخمر على ثلاث مراحل، بل من البداية حرم الزنا والعياذ بالله تعالى. تلك الفاحشة التي هي من أكبر الكبائر ذكرت بعد الشرك والقتل. قال الله: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون. ليس بعد الكفر أعظم من قتل النفس، وليس بعد قتل النفس أعظم من الإيه؟ من الزنا والعياذ بالله. قال الإمام أحمد: ليس بعد قتل النفس أعظم من الزنا. تلك الفاحشة التي تتسبب في رفع إيمان صاحبها. لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. الإيمان مثل القميص، إذا وقع الإنسان هذه المعصية كمن خلع قميصه بقى كافر. سكت بقى كافر. أنت ساكت ليه؟ أنت خوارج. الخوارج اللي بيكفروا بالإيه؟ بالكبيرة، بالمعصية، بالذنب. نحن لسنا كذلك، نحن من أهل السنة، نقول: لا نكفر أحدا من أهل القبلة بذنب ما لم يستحله، ولا نقول لا يضر مع الإيمان ذنب لمن عمله. هو لا يستحل، لم يستحل، لم يستحل الزنا، لم يستحل الربا، لم يستحل القتل وسائر الكبائر. طالما لم يستحل فعلها هو مقر بكونها حراما، إذن هو عاص، نعم، هو معتد، نعم، لكن ليس بكافر. من يستطيع أن يكفر إنسان لم يكفره الشرع؟ الذي يطلق الكفر على إنسان لم يكفره الشرع ليس معه بينة ولا دليل تحور عليه الكلمة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الذي يرمي الإنسان بالكفر إن لم يكن كذلك، كذلك تعود عليه الكلمة عياذا بالله تعالى. فأمسك لسانك ولا تتساهل، خاصة كثير من الشباب على صفحات الفيس وغير ذلك يوزعون هذه الألقاب على الناس: فلان فاسق، وفلان منافق، وفلان كافر. والله ستقف أنت وهو يوم القيامة وسيسألك الله إن لم يكن كذلك. بل من العجب، والله قرأت منذ يومين تقريبا أثرا لبعض السلف وقد سمعه يقع في الحجاج بن يوسف. تعرفون الحجاج؟ قتل كم؟ حوالي 100,000 تقريبا، يعني عدد كبير جدا. فلما سمعه ذلك الرجل يقع فيه قال: إن الله حكم عدل، لئن أخذ من الحجاج الحق لمن ظلمهم ليأخذن للحجاج الحق ممن ظلموه. شوف المعايير التي نتعلمها من السلف، وحتى الألسنة ينزهون أنفسهم عن السب والشتم. حتى كان بعضهم يجلس في دهليز الدار، في دهليز البيت، فدخل كلب فقال له ابنه: اخسأ كلب ابن كلب. اخسأ يعني اخرج، امشي، ابعد. فقال له: يا بني، يعني يخاطب على تنزيه لسانه في السب والشتم، فقال: يا أبتي، أليس هو كلب ابن كلب؟ هو فعلا ايه؟ قال: شرط الجواز عدم قصد التعيير. شوف حتى دي فيها قواعد، فيها يقول عشان يجوز تقول يا كلب يا ابن الكلب، اللي هو الكلب، ان انت تكونش بتعيره. حتى الحيوانات تسلم من ألسنتهم، فكيف بمن يتساهل في الوقوع في أعراض الناس وأعراض العلماء؟ الموعد القيامة. لذلك إخواني نقول: حينما يقترف الإنسان هذه الكبيرة وهو معترف مقر بذنبه وأنها حرام ونادم وحزين على فعله ذلك، لم يستحل، حينما يقترفها يرتفع عنه الإيه؟ نسيت أنت سرحت من؟ يرتفع عنه الإيمان. فإن نزع وتاب وترك يعود إليه إيمانه. إذن يظل عنده أصل الإيمان، ولكن يزول عنه كمال الإيمان الواجب. قال صلى الله عليه وسلم: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن.
تلك الفحشة التي إذا ظهرت وفشت أوشك الله أن يعم المجتمع بالعقاب، ما ظهرت الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا ابتلاهم الله بالأوجاع والطواعين التي لم تكن في أسلافهم الذين مضوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تلك الفاحشة تحل دم صاحبها، كيف؟ الرجم لو كان محصنا لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث منهم، الثيب الزاني والعياذ بالله، فإن كان بكرا فالجلد والتغريب سنة. انظر إليه حينما يؤتى به أمام طائفة من المؤمنين ويجلد، كيف تكون الفضيحة؟ وانظر لأثر تطبيق الحدود في ترك الناس للمعاصي، حينما يقارف أو يقارب الإنسان من المعصية يتذكر العقوبة فيرتدع، كما قال بعض العلماء الحدود الشرعية زواجر وجوابر، ليست كالقوانين الوضعية التي من عقول البشر يفعل الإنسان المعصية ثم يكررها ثم مرة بعدما حتى يصير أستاذا كبيرا فيها ويدخل السجن يتعلم ويهذب سلوكه ثم يخرج مرة أخرى ويمارس. أما الحدود تزجر الإنسان عن فعل المعصية، وإذا عوقب بعد فعلها فإنها تجبر ذلك، فلا يجمع لا تجمع له عقوبتان، إذا عوقب في الدنيا لا يعاقب في الآخرة بشرط التوبة، فيجلد لو كان بكرا ويغرب سنة. أضف إلى ذلك الأمراض التي تنتشر وتترتب على هذه الفاحشة، ثم ما ينتظره في القبر إذا دخل القبر، ترى ما الذي يجري للزاني والزانية، كيف رآهم النبي صلى الله عليه وسلم؟ اسمعوا معي، قال: فانطلقنا فأتينا على مثل التنور بناء أسفله واسع وأعلاه ضيق، قال: أحسب أنه كان يقول فيه لغط وأصوات في صراخ، فاطلعنا فيه فإذا فيه رجال ونساء عراه. كان بيجري وراهم وكان بيبعت وكان بيتفرج وكان أهو بقى معاه والعياذ بالله تعالى، وبئست الصحبة والرفقة. وإذا هم يأتيهم لهب من أسفل منهم، إذا أتاهم ذلك اللهب ضوضوا يعني صاحوا. شوف كيف تكون حياتهم، كيف تكون هذه المعيشة والعياذ بالله، معيشة ضنك فعلا. رجال ونساء عرى يأتيهم لهب من أسفل منهم، إذا أتاهم ذلك اللهب صاحوا، فإذا أوشكوا على الخروج ذهب اللهب مرة أخرى فنازلوا مرة أخرى وهكذا. لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن هؤلاء قيل له: أما الرجال والنساء العراة الذين هم في مثل بناء التنور فإنهم الزنا والزواني. لماذا العقوبة تأتي من أسفل مكان المعصية؟ قال الحافظ: مناسبة العري لهم لاستحقاقهم أن يفضحوا، لأن عادتهم أن يستتروا في الخلوة فعوقبوا بالهتك، كان بيحاول يتخفى، واضح دلوقتي بقى يتفضح. طب الإتيان العذاب من تحتهم، قال: لكون جنايتهم من أعضائهم السفلى. ثم ما ينتظر الزاني في عذاب جهنم إن لم تشمله رحمة الله؟ نسأل الله عز وجل أن يحفظنا من الفواحش ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يقينا عذاب القبر. والعبد عليه أن يستعيذ بالله من الكبائر والفواحش، لأنك لن تحفظ ولن تعصم إلا بالله، يعني وليس إذا ذكرت مثلا هذه الفواحش يزكي نفسه يقولك لا يا عم نحن لسنا نفعل ذلك، ونحن من يحفظك إلا الله. إذا سمعت الزانية والزاني فاجلدوا كل، تقول اللهم إني أعوذ بك من الزنا، ويرجف قلبك وتخاف، لأن الله عز وجل لو ترك عبده، لأن الله عز وجل لو تركه لنفسه الأمارة أو لشيطانه والعياذ بالله، ربما يقع العبد ويواقع ما لم يكن يخطر له على بال أن يفعله. فسأل الله دوما أن يحفظك من الفتن ما ظهر منها وما بطن، أن يصرف عنك السوء والفحشاء، وأن يجعلنا جميعا من عباده المخلصين. السبب الثامن والتاسع وأضمهما لورودهما معا في حديث: عدم الاستبراء من البول والمشي بين الناس بالنميمة. أولا نفهم ما معنى الاستبراء. الاستنزاه، التخلص، ها، طلب البراءة فعلا، ها، استبراء يعني ينظف وينزه نفسه من نجاسة البول، يترك البول يصيب ثيابه وبدنه. ووردت الاستنزاه أيضا وهي قريبة من نفس المعنى. تعالوا ننظر لهذه القصة التي رويت
أو وردت بروايات متعددة، منها رواية تشد الإنسان في مرور النبي صلى الله عليه وسلم على بعض القبور. أنا عايزك تصحى معايا كده وتركز، في مرور النبي صلى الله عليه وسلم على بعض القبور ثم في وقوفه، قال الصحابي حتى نظرت إلى كم قميصه، اللي هو كم الإيه يعني الجلابية اللي لابسها الثوب، فإذا هو يرعد. يعني يرعد يعني عايز إمتى الإنسان كمه ده يتهز كده؟ لما يبقى هو نفسه خايف. طب النبي خايف من إيه؟ النبي صلى الله عليه وسلم هيتعذب في قبر؟ كلا والله، هزوا المشهد. طب ده إحنا أولى، لأننا ما عندنا هذه العصمة التي هي للنبي صلى الله عليه وسلم. لما يقف على هذه على هذا القبر وهذين القبرين فيوحى إليه أنهما يعذبان، يرعد كم قميصه صلى الله عليه وسلم فرقا وخوفا، فنحن أولى، نحن أصحاب التقصير والذنب، نعوذ بالله من المعاصي. انظر لحديث ابن عباس وفي الصحيحين قال مر النبي صلى الله عليه وسلم، في ناس ما تصليش على النبي، مش عايزين حسنات، 10 حسنات هتلاقيها فين دي؟ مفيش ثانيتين معايا عم الشيخ هناك ولا ايه؟ اتفرج على ايه؟ مر النبي، له ناس يصلي عليه صلى الله عليه وسلم بحائط، يعني حائط بستان، بستان من حيطان المدينة، فسمع صوت إنسانين يعذبان في قبورهما. ودي خاصية من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال في مسلم لولا ألا تدافنوا، يعني لولا أنا خايف إن ما حدش يدفن حد لدعوت الله أن يسمعكم من عذاب القبر الذي أسمع. شوف تخيل بقى لو إحنا فعلا سمعنا عذاب قبر، تخيل بقى الصراخ ده بيصرخ وده بيصوت وده بيدعي على نفسه، تبقى أنت ليل نهار سامع إيه؟ والعياذ بالله ازاي يعيش، والعياذ نعوذ بالله من ذلك. قال فسمع صوت انسانين يعذبان في قبورهما، فقال انهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى وانه لكبير. يعني انهما لا يعذبان بيأكد، وما يعذبان في كبير، يعني في كبير كبيره هي دي صغيره، يعني كان ممكن كان سهل ان هو يتركها، مش صعب على الانسان، ليس صعبا على العبد ان يتنزه من البول، ولا صعب؟ ليس عسيرا، ان لم يجد الماء ماذا يفعل؟ يستجمر. في مقام الاستجمار الان المنديل، الكرمن، المحارم، واضح؟ فيستعملها بدل الحجاره، تجزئ تجزئ، يبقى ليس الامر عسيرا لكنه يتساهل. وفي غالب الأحوال هذا الذي يترك البول على الثوب والبدن لا إيه؟ لا يصلي، والعياذ بالله، فيجره ذلك إلى هذا المصير. ثم قال بلى إنه، أو وإنه لكبير، وإنه الضمير ده يعود على إيه؟ على العذاب ولا؟ طب اصبر، قال الحافظ يحتمل أن يعود على العذاب لما ورد يعذبان عذابا شديدا في ذنب هين، وده رواية تانية، يعذبان عذابا شديدا في ذنب هين، مش معنى هين انه صغيرة، لان ده من الايه؟ من الكبائر، لانها طالما يوجد عليها عذاب فهي كبيرة. وقيل المعنى ليس بكبير في اعتقادهما لكنه عند الله كبير، هو مفكر انها حاجة ايه؟ هو ده الخطر. إما المعصية يعني تصغر في عين العبد تعظم عند الله، لكن لما تعظم عندك تهون وتصغر عند الله ويغفر الله سبحانه وتعالى. الإنسان لما يخالف طفل صغير ليس كمخالفته لملك، يعني لو عندك طفل صغير خالفته طفل، لكن لو كانت المخالفة لملك كبير تختلف ولا لا تختلف؟ الإنسان الذي يعصي وقلبه يعتصر ألما وندما ليس كمن يعصي ويقول هو فيه ايه المشكلة، ما غيري بيعمل اكتر من كده، بيحصل ولا بيحصلش؟ بيحصل، ينظر الى ما حرم الله في الشاشات او على المواقع الاباحية والعياذ بالله، فاذا كلمته يقول لك فلان يزني، اذا هو يستسهل وليس انه يشعر بخطر ما يفعل. مثلا يشرب الدخان سجاير، تكلمه في السجاير يقول لك مش احسن من يشرب مخدرات؟ الله، طب واللي يشرب مخدرات لما نكلمه؟ ايوه صح، يقول لك مش احسن مزني؟ طب واللي بيزني؟ الله، هو ايه هو قدوتك؟ يعني انا عايز افهم، يعني هيوصل بقى لفين؟ مش احسن بقى من فلان بقى الكافر؟ كيف يصل الانسان
إلى هذه الدرجة والعياذ بالله. الإنسان حينما يستسهل الذنب هذا دليل على استهانته بالله، نعوذ بالله. ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم الندم توبة، الندم يفعل الذنب يشعر بندم هذا من التوبة، الندم توبة. يبقى تحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. وقيل ليس بكبير الاحتراز منه، يعني سهل انه ايه يجتنبه، يعني كان لا يشق عليهما الاحتراز من ذلك، كما قال الامام البغوي رحمه الله وابن دقيق العيد وجماعه. وقيل ليس بكبير بمجرده، بل صار كبيرا بالمواظبه عليه، مش كبير هو لا، بالمواظبه عليه بالاستمرار في فعله، كما في قوله كان لا يستتر المضارعه، صيغه المضارعه. طب ما معنى الاستتار؟ قال الحافظ يعني لا يجعل بينه وبين بوله سترة، يعني لا يتحفظ منه. وفي رواية لا يستنزه، يعني يستنزه لا الإبعاد، الاستنزاه الإبعاد. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد الخلاء إيه غاب أو أبعد حتى لا يرى، ليه؟ لستر إيه؟ لستر عورته. هذا لا يتوارى، لا يستتر، ربما يظهر عورته أمام الناس، وكذلك هو لا يستر جسده ويتحفظ، لا يتحفظ من البول أن يصيب ثوبه أو بدنه. فكانت العقوبة كان أحدهما لا يستتر من بوله، وفي رواية من البول، وكان الآخر يمشي بالنميمة. ما النميمة؟ النميمة القالة بين الناس، اللي هو بيقول له نقل الكلام بين الناس على جهة الإفساد، يقولوا فلان شتمك، فلان قال فيك، فلان عابك، فلان كذا، أنت ما بتفهمش، أنت تاجر فاشل، أنت كذا، وهو لم يفعل، يريد الإيه؟ الوقيعة. هذا يعذب في قبره والعياذ بالله. ما النكت سهلة، سهل إنه إيه؟ يا عم امسك لسانك، جي ليك لسان واحد وكم ودن لتتكلم أكثر أم تسمع أكثر؟ تسمع أكثر، وأمام هذا اللسان تجد حاجز من العظم وحاجز من الايه؟ اللحم، لان اكثر الخطايا في الفم، اكثر ما يدخل الناس النار الفم والفرج والعياذ بالله. نعم، فاذا كان الانسان يتساهل بامر لسانه والعياذ بالله هذا يورده الهلاك. لذلك في الحديث من تزوج فقد استكمل نصف دينه، اللي هو يقصد ايه؟ تحصين الايه؟ الفرج. باقي ايه؟ فليتق الله في النصف الاخر. امر خطير، امر اللسان يكب الانسان فين؟ على وجهه في النار. عشان كده في معنى جميل عايز اقوله لكم، الانسان اللي بيشتكي من لسانه، عايزك تفكر في الحديث ده، هل يكب الناس على وجوههم او على مناخرهم في النار الا حصائد السنتهم؟ ان الانسان كده يتخيل ان قدامه امامه اناء فيه ماء يغلي، فاذا قال كلمه نميمه او غيبه سيوضع راسه، لا مش لسانه بس، وشه كده كله فين؟ في الماء المغليه دي، زي يحط كده راس الحيوان اللي بينظفوه كده، يبقى ألم قد إيه؟ لكن واحد كده واقف وراه، هتقول كلمة غلط هسقط راسك فين؟ لما يتفكر في ذلك اللي يحصل؟ يمسك لسان. ما بالك بقى ده مش ماء مغلي، ده نار جهنم، يكب الإنسان على وجهه في نار جهنم والعياذ بالله. وما أكثر السب والشتم والغيبة والنميمة. وربما يتحفظ الإنسان من الزنا والقتل والسرقة وشرب الخمر، ولا يتحفظ من اللسان. احذر، أمر اللسان خطير، يمشي بين الناس بالنميمة فيعذب في قبره. ثم انظر لرحمة وشفقة ورفق النبي صلى الله عليه وسلم، قال ثم دعا بجريدة رطبة، الجريدة اللي هي العسيب، اللي هي بتبقى الايه؟ السعف، لا مش السعف، لا البتاع الجريد اللي هو الطويل ده الأخضر اللي فيه الخوص ده. اجلس يا بني. جعى بعسيب رطب فكسرها كسرتين، وفي رواية فشقها نصفين، فوضع على كل قبر منهما كسرة أو كسرة. فقيل له يا رسول الله لما فعلت هذا؟ قال لعله أن يخفف عنهما ما لم ييبسا. يعني إيه بقى؟ نحط وردة على القبر ولا صبار؟ أنهي الأحسن؟ ولدة ولدة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر لماذا فعل، هو قال هذا سبب لتخفيف العذاب مدة كونه رطب أخضر، فإذا يبس توقف، كأنها شفاعة لهذين الرجلين المعذبين. أما غيره فلا يعلم فلان يعذب ولا لا يعذب. أنت حتى بعض ما يقول وضع الصبار وغيره إساءة ظن بالميت،
كأنك تقول هو يعذب فأنا إيه؟ طب وأن لك أن تعرف أنه يعذب؟ هذا غيب أنت لا تعرفه. ثم الرطب واليابس كلاهما، الرطب واليابس من النبات كلاهما يسبح، كلاهما يسبح. لو كان الأمر أنه يسبح فينتفع به الميت يبقى ما كانش قال ما لم ييبسه، ما هو اليابس أيضا إيه؟ وإن من شيء إلا يسبح بحمده. ولو كان الأمر أن الإنسان العاصي إذا مات نضع حوله الزروع، خلاص أقول لك ادفنوني في فدان رز ولا في فدان بطاطس ولا ليه؟ عايزين حاجة مستمرة، البطاطس والرز والحاجات دي الحاجة الدايمة على طول اللي هي ما بتتقلعش. يعني يقول لك ازرعوا لي بقى املوا لي القبر كله صبروا بتاع عشان طول ما ايه جنب الحاجات دي العذاب ايه؟ لا الامر ليس كذلك. ها كل نفس بما كسبت رهينة، مرتهن بما قدم، الامر ليس كذلك. لذلك هذا من البدع التي ليست من السنة. وفي عذاب القبر ايضا بسبب البول قال صلى الله عليه وسلم، نسيت برضو تصلي اهو، ان عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا منه، ان عامة عذاب القبر من البول فتنزهوا منه. وقال ايضا تنزهوا من البول فان عامة عذاب القبر منه. السبب الاخير وبه نختم كده، يبقى كملنا كام؟ 10 بقى، 8 و9 دول القادم اللي هو 10. في الحديث نفسه ورد أن أحدهما كان لا يستتر من البول والآخر كان يمشي بالنميمة في بعض الروايات، وأما الآخر فيعذب في الغيبة. عرفنا النميمة نقل الكلام بين الناس للإيقاع والإفساد بينهم. طب ما الغيبة؟ أولا اسمها الغيبة مش الغيبة. بعض الإخوة ساعات بيعوز يتفاصح يروح مطينه يقول لك الغيبة، وأنا بقالي فترة كده ما عملتش كده، وغلط برضه، هي فترة، لأن الفترة دي فترة الله التي فطر الناس عليه. لكن الفترة بالتاء كذلك أرسلناك في أمة، لا اللي هي على فترة من الرسل الآية الثانية، فترة اللي هي إيه؟ فتور الرسل، يعني ما كان فيها نذير، واضح؟ فتر الوحي يعني، أو لم يكن رسول، فبالتاء مش بالطاء، يبقى فترة. ودي برضو اسمها غيبة مش الغيبة. الغيبة دي ضد الإيه؟ لا ضد الحضور. لما نقول فلان خد بالك تكلموا عليه في غيبته، مش في غيبة، في غيبته، تكلموا عليه في غيبته بالغيبة، واضح؟ لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة تدرون ما الغيبة؟ قالوا الله ورسوله أعلم. صلى الله عليه وسلم قال ذكرك أخاك بما يكره. إيه بقى بما يكره؟ يكره في إيه؟ في أي شيء، في عرضه، في ولده، في زوجه، في سيارته، دبته، يعني في بيته، في عمله، كل شيء يكرهه في شكله تذكره به، فهذا من الغيب. فلان الأعرج، فلان الأعور، من الغيبة. إلا لو كان لا يعرف إلا بذلك ولا يحزنه ذلك، واضح؟ لكن بقدر ما تستطيع ابتعد عن ذلك حتى لا تعرض نفسك، واضح؟ لكن انظر لاستسهال الناس ذلك. حتى جلس بعض السلف يوما مع بعض الطلاب فجعلوا يتحدثون عن فلان وعلان، فقال أدركنا من سبق يبدأون بالطعام قبل اللحم، وأنتم بدأتم باللحم قبل الطعام. قد فهم؟ يعني أكلوا لحم الناس، لأن اللي كان يقول لك احنا نقول أو كن أول ننقنق كده في الأكل ونخلي اللحم في الآخر، ودي عادة موجودة عند بعض الناس زي الصعايدة كده، يقعد يخلص وبعد كده اللحم فين؟ في الاخر. فهو كنا بنخلي اللحم في الاخر، انتوا اول ما قعدتوا خلصتوا على ايه؟ اللي هو يقصد ايحب احدكم ان ياكل ايه؟ يا راجل انت لو اخوك وتاكل لحمه، شوف حتى الاستبشاع، القران كيف يبغضك ويكرهك في ذلك، يمثل لك الذي يغتاب بمن ياكل ليس لحم اي انسان بل لحم ايه؟ ويسميه اخا لك، لان المؤمنون اخوه، انما المؤمنون اخوه. فإذا كنت لا ترضى ذلك فكيف تقع فيه؟ حتى في بعض الأحاديث وفيها ما قال ذكر الشيخ محمد إسماعيل في كتاب حرمة أهل العلم، أبو بكر وعمر كان في سفر فأرسل غلاما لهما إلى النبي صلى الله عليه وسلم يطلب منه الإدام. إيه الإدام؟ زي السمن كده، سمن زيت يأكلان. فلما ذهب عمر
ينظر أين الفتى الخدام بتاعهم كمان في السفر، وجده نائما، فقال إن هذا ليوائم نومه نوم بيتكم. يقولوا ده نايم كأنه في بيتهم، ياخد بالك. فذهب أيقظه وأرسله لمين يا أستاذ يا اللي نايم؟ أي أرسله للنبي صلى الله عليه وسلم، ها؟ فقال إن أبا بكر وعمر يقرئانك السلام، يسلموا عليك، ويستأدمانك، يعني يطلبوا الإيه؟ الإدام. قال قد ائتدم، يعني لكنه بعثوا حد قبليه خد الإيه؟ الإدام. فعاد الغلام إلى أبي بكر وعمر، قال فعلت كذا، قال فقال قد ائتدم، ففزع خاف، وإحنا ما فيش ما بعتناش حد. فذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله أرسلنا الغلام يقول، فقلت قد ائتدم، بما ائتدمنا؟ قال بلحم أخيكما، إني لا أرى خلله أو يعني أجزاءه بين خلل أسنانكما. بلحم أخيكما يعني اللي قالوا عليه نايم زي كأنه نايم فين؟ طب ده واحد اللي قال، ما التاني سكت، يبقى الساكت شريك للإيه؟ شفت؟ لأن من ذب عن عرض أخيه ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة. سيب فلان بيتشتم ويتبهدل ويقول لك أنا ما، لا فيش، أنت مالك، ادفع عنه طالما تعلم أنه بريء، ادفع عنه، يعني أزجر من يفعل ذلك، بين له براءته. لكن لو سكت وأنت تعلم أنه بريء تكون شريكا، خلاص يعني قل له انصح بينك وبينه، لا تشهر به. ما بقول لك اهو، قل له انصح بينك وبينه، نزهه من ذلك، ولا تسكت على المعصية ابتداء. بيغتاب واحد ظالم، يعني ظالم وبيظلم، انصحه، تفعل ما تيسر لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، من ذب عن عرض أخيه ذب الله النار عن وجهه يوم القيامة. لذلك نقول إخواني، حاول أن تجري لنفسك إحصائية للكلمات التي تتكلم بها. يعني أنت كده ابدأ دلوقتي صلاة، إيه اللي احنا صليناها؟ والحمد لله من بعد العشاء، وإحنا إيه؟ هنطلع بر. عايزك تحسب كده، ما تطلع لحد تاني يوم بكرة، أخبار الكلام إيه؟ من أي نوع؟ أصل في كلام عيار تقيل، الكلمة منه توقع الإنسان في جهنم 70 سنة والعياذ بالله. ده كلام النبي صلى الله عليه وسلم. العبد أو الرجل يتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا، اسمع الرواية دي، يكتب الله عليه سخطه إلى يوم يلقاه، يغضب عليه إلى يوم لقاه والعياذ بالله. وفي رواية يهوي بها في النار 70 خريفا. كلمة، طب أنا بقالي 30-40 سنة بتكلم، مش ممكن في كلمة كده تخوف؟ عشان كده خلي بالك من لسانك، أمسك عليك لسانك. قال أما الآخر فيعذب في الغيبة. إذن النميمة والغيبة من أسباب عذاب القبر. وفي حديث أيضا صح حسن، قال صلى الله عليه وسلم لميمونة، وعن ميمونة مولاة النبي صلى الله عليه وسلم، أن النبي قال لها يا ميمونة إن من أشد عذاب القبر من الغيبة والبول. هناك سبب لطيف يذكره العلماء، أختم به الدرس، يسألون لماذا عذاب القبر من الغيبة والنميمة والبول، لماذا هذه المعاصي؟ هناك يعني تعليل لطيف، ذكر بعضهم السر في تخصيص البول، اسمع كده افهم دي كده، من تخصيص العذاب من البول والنميمة والغيبة أن القبر أول منازل الآخرة، فيه أنموذج ما سيقع في يوم القيامة من العقاب والثواب. المعاصي التي يعاقب عليها العبد يوم القيامة كم نوع؟ 20 نوعين، معاصي في حق الله ومعاصي في حق العباد. أول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله، من حقوق الله الصلاة، احنا نتكلم عن المسلمين، من حقوق الصلاة، ايه مقدمة الصلاة؟ الطهارة. يبقى الذي لا يستنزه من البول ضيع الايه؟ يبقى ده كأنه تقدمة للعذاب اللي مستنيه فين؟ يوم القيامة. طيب، وأول ما يقضى فيه من حقوق العباد الدماء، والناس اللي بتتساهل في الدماء، ويل لهم من الله إن لم يتوبوا، ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له. كل ده من يتحقق، وده مؤمن واحد، ما اللي بيقتل؟ شوف الاستسهال والعياذ بالله تعالى،
جزاؤه جهنم خالدا. هتقولي انت مش قلت مش كافر؟ خالدا ليه؟ هتقول اهو هتلاقي بقى العلماء يذكروا اسباب كثيره عايزكم تبحثوا فيها للاسبوع اللي جاي. نتعود ان احنا ندور شوف ايه معناها دي، عشان ما احنا عقيدتنا ان الذي لا يستحل الذنب ليس بكافر فلا يخلد فين؟ هنشوف. فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه واعد له عذابا. نعوذ بالله من القتل، واستعيذ بالله، استعيذ بالله من ذلك. فاو من اعظم اسباب القتل النميمه والغيبه، يقعد يقول ده فلان ده فيه كذا وكذا، وفلان ده منافق، وفلان ده عميل، وفلان وفلان وفلان، الناس ايه؟ تقتله. يبقى ذنبه فين؟ على الناس اللي ايه؟ التي قالت في عرضه ذلك حتى شجعت الناس على ايه؟ وهو مظلوم ليس كذلك. اسمع، يقول: المعاصي التي يعاقب عليها العبد يوم القيامة نوعان، حق لله وحق لعباده. أول ما يقضى فيه يوم القيامة من حقوق الله الصلاة، ومن حقوق العباد الدماء. وأما البرزخ فيقضى فيه في مقدمات هذين الحقين ووسائلهما، فمقدمة الصلاة الطهارة من الحدث والخبث، ومقدمة الدماء النميمة والوقيعة في الأعراض، وهما أيسر أنواع الأذى، فيبدأ في البرزخ بالمحاسبة والعقاب عليهما. نعوذ بالله من عذاب القبر ومن الفواحش ومن الفتن ما ظهر منها وما بطن. بذلك نكون قد استكملنا 10 أسباب من أسباب عذاب القبر. في الأسبوع القادم نكمل إن شاء الله. لا تنسوا واجب الدعوة إلى الله، كل في مجاله داعية إلى الله عز وجل. كلم واحدا في الأسبوع، كلم اثنين، إذا جاء لك مثل ثوابه وفي ميزان حسناتك. وغدا الاثنين صيام سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم، كان لا يترك صيام الاثنين والخميس. نسأل الله عز وجل أن يصلح أحوال مصر وأحوال المسلمين في كل مكان، وأن ينصر المجاهدين في سوريا وفلسطين وغيرها، وأن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من كل سوء، وأن ينفعنا إياكم بما قلنا وسمعنا، آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.